أنباتوكليس فيلسوف يوناني من مرحلة فلاسفة اليونان ما قبل سقراط. ولد وعاش في مدينة إكراجاس الواقعة جنوب جزيرة صقلية. ولد حوالي عام 494 قبل الميلاد، وتوفي 444، علما أن هذه التواريخ لا تلقى أجماعا إذ اختلف الفلاسفة والمؤرخون فيها. انخرط الفيلسوف في الحياة السياسية حتى أصبح فيما يقال زعيما للحزب الديمقراطي في مدينته مقابل الحزب الأوليغاركي، حيث كان يتصارع هذان الحزبان للسيطرة على الحكم. تروى الكثير من الأخبار عن قيامه بأعمال السحر والمعجزات، من ذلك ما رواه ديوجانس اللائرتي المؤرخ الشهير للفلسفة اليونانية، من أنه حدث يوما أن هبت الرياح هبوبا شديدا بحيث انتزعت الثمار من الأشجار، فجاء أنباتوكليس بحيوانات وسلخ جلودها ونشرها على الروابي وقمم الجبال لوقف هبوب الرياح، وتوقفت الرياح فعلا، لهذا سمي بواقف الرياح. تبدو هذه القصة البشعة ليست من شيم الفلاسفة الذين ينبغي بهم الاتصاف بالعدل والرحمة، وقد تكون مجرد أسطورة لا تعقل لحقت بسيرة الفيلسوف، وسيرته لم تسلم من الانتقاد، حيث اعتبره البعض مشعوذا يمارس السحر وأنه ادعى الألوهية وحاز قوى خارقة، لكن ذلك قد يكون مجرد أساطير مثل ما قلنا لحقت بسيرته من قبل المتأخرين عنها. ينقل ديوجانس اللائرتي كذلك أن أنباتوكليس كان من تلاميذ مدرسة فيثاغورس، مما يجعله متبنيا لمذهب فيثاغورس في تناسخ الأرواح، لكن اللائرتي هنا يذهب كذلك بعيدا ويقول أنه أدين بسرقة الحطب، فمنعه أصحاب فيثاغورس من المشاركة في اجتماعات هذه الفرقة الفلسفية السرية، وأنه إلى عهد أنباتوكليس كان الفيثاغوريون يتابعون أحاديثهم في الهواء الطلق أمام عامة الناس، حيث أن أنباتوكليس نشر آراءهم وصغها شعرا بين الناس، فوضعوا قواعد صارمة أن لا يشاركوا آراءهم مع شاعر بعده. تنسب المصادر أنه كان تلميذا لأكثر من فيلسوف، فغير فيثاغورس قالوا أنه كان تلميذا لبارمنيدس، ثم تلميذا لإكسانوفان، قالوا عنه أنه كان طبيبا بارعا وخطيبا ذائع الصيت تتلمذ على يده جورجياس أو غورغياس السوفسطائي الكبير. وقد روى جورجياس عن نفسه أنه كان يتردد على أنباتوكليس حين كان يمارس السحر. أما حول موته فهناك حكايات غريبة عجيبة، من أشهرها أنه ألقى بنفسه في فوات بركان أتنا كي يعبده الناس بوصفه إلها. تقول الرواية أنه عالج يوما امرأة كان الأطباء قد يئسوا من علاجها، فشفيت على يده وأقامت لذلك مأدبة دعت عشرات الأشخاص إليها. خلال ذلك الحفل قيل أن أنباتوكليس نهض من عند المائدة ومضى في اتجاه بركان أتنا، وصل هناك وألقى بنفسه في فوهة البركان وسط النار واختفى، لكنه فيما يبدو حسب الرواية أن البركان قذف إلى الخارج أحدا عليه المعدنيين، ومن خلاله عرفوا أنه رمى بنفسه في البركان. بعض الرواة أنكروا هذه النهاية المأساوية العجيبة تماما، وذكروا بدل ذلك قصة أكثر واقعية أنه ارتحل
إلى أقليم بيلوبونيزيا في جنوب بلاد اليونان، ولم يعد من رحلته هذه أبدا إلى وطنه في صقلية. قد يرجح صحة هذه الرواية ما ذهب إليه أرسطو من أنه خلال نشاطه السياسي وقف ضد الحزب الأوليغاركي ودعا الناس إلى انتخاب حاكم ديمقراطي، بل أن الشعب أراد أن ينصبه ملكا، فقد تعرض لهجوم من منافسيه مما دفعه إلى الرحيل إلى اليونان. نأتي الآن بشكل مختصر إلى مذهبه الفلسفي الذي أورده في قصيدتين حول العناصر الأربعة: النار والهواء والتراب والماء، باعتبارها جذور الأشياء والعالم. هذه العناصر الأربعة هي كالألوان التي يمزجها الرسام، حيث يكمن في مزجها وفصلها بمقادير مختلفة المصدر الأول لكل ما في الوجود. ولقد اشتهر أمبدوكليس تاريخيا بنظريته هذه حول العناصر الأربعة، وكذلك حين اعتبر أن المعرفة لا تتوقف على الآلهة بل على تحصيلها من خلال الحواس والنظر العقلي. سابقا اعتبر بارمنيدس أن الوجود ثابت وأنكر التغيير والتعدد، بينما اعتبر هيروقليطس على العكس من ذلك، إذ قال بالتغير الدائم والكثرة المطلقة. فجاء أمبدوكليس وجمع بين كلا المذهبين المتعارضين، جمع بين وجود ثابت يصفه بما وصفه بارمنيدس، وقد قدمت ذلك في حلقة سابقة عن هذا الفيلسوف، جمع بينها وبين فكرة ما من شأنه أن يجعل التغيير ممكنا، وهي فكرة هيروقليطس بالتحديد. قال أمبدوكليس أن الوجود ثابت لا يتغير على نحو ما ذهب إليه بارمنيدس، الوجود لا يقبل الإضافة إليه ولا يقبل الأخذ منه، إذ أن الإضافة إلى الوجود تعني إضافة من وجود آخر، بينما يعني الأخذ من الوجود الإضافة إلى وجود آخر. لكن الحقيقة أن لا وجود غير الوجود الواحد، الوجود الذي لا يمكن الإضافة إليه ولا الأخذ منه. وفيما يخص بوجود الكثرة، اعتبر أمبدوكليس أن هذه الكثرة تتمثل بالعناصر الأربعة المعروفة: النار والهواء والماء والتراب. كان أمبدوكليس أول فيلسوف يقول بهذه المبادئ الأربعة، وصفها بأنها أزلية وأبدية، وأنها ثابتة لا تتغير في الكيف، بل هي تتغير في الكم فحسب داخل الوجود، وذلك من خلال اختلاط ذراتها البعض بالبعض. وما دام أن الإنسان يرى ويتفهم الاختلاف بين الأشياء أمامه باعتبارها مركبة بامتزاج العناصر الأربعة فيما بينها بنسب مختلفة، فلا بد أن النفس بذاتها مركبة أيضا من هذه العناصر. هذه النظرية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ العلوم الطبيعية والكيمياء وحتى علم النفس، حيث كانت تصنف في القرن الثامن عشر أمزجة الناس بمقتضاها، فهذا مزاجه ناري وذاك هوائي أو مائي أو ترابي. اعتبر هذه العناصر أزلية غير مخلوقة، وهي تمثل الحقائق الأولى وجوهر العالم، ثم هي لا تفنى في بعض بل تمتزج جنبا إلى جنب بنسب معينة. من هذه العناصر تتكون كل الكائنات والأشياء، ثم تفنى الكائنات والأشياء لكن العناصر باقية. وإضافة إليها هناك عنصران آخران يتحكمان بطبيعة امتزاج هذه العناصر ببعضها، وهما المحبة والكراهية.
أي الائتلاف والاختلاف، إذ تجتمع تلك العناصر الأربعة بفعل المحبة أو الائتلاف، وتفترق بفعل الكراهية أو الاختلاف. هذه هي أدوار الخلق عند إمبادوكليس، تتراوح ما بين محبة وكراهية، وما بين اتفاق واختلاف، ما بين خلق وفناء. طرح إمبادوكليس من نفسه في قصائده إلها معبودا من أهل مدينته أكراجاس، إله يلتفون حوله ويطلبون حكمته الروحية وقدراته الطبية الخارقة. ويبدو أنه حاز فعلا على تلك المكانة بين مواطني المدينة. كان قد وقف إلى جانب الشعب في وجه طغيان الحكام، فزادت محبة الناس له بعد أن رفض التاج الذي قدموه له، ورفض أن يكون ملكا. لكن أكثر ما تدين الفلسفة له به نظرية العناصر الأربعة التي ذكرناها لكم باختصار، العناصر الثابتة الوحيدة التي يتكون منها العالم حسب رأيه. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذا حسين علوان يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.